اليوم عندنا عرس بيضاوي، واخا انا رجاوي والوداد واخا في الرتبه مزيانه، ربما غادي نربحوهم اليوم بحكم التجربه. الرجاء تبارك الله عدى دراري زوينين، الوداد تاوما، ولكن انا رجاوي خصنا نربحو الوداد. الماتش ديال الوداد كتبان لي الوداد هاد الايامات غادا في تحسن، ومع الركراكي راه غادا الوداد مزيانه، وكان الشيء كامل كيرجع للركراكي. هاد الماتشات هو الشيء اللي كان اللي كيفوزوا به الوداد بالركراكي. وهاد الماتش هذا التوقعات ديالي راه الرباح، الوداد ان شاء الله الرباح. توقعي الرجاء البيضاوي غادي يكون صعيب، المقابله تكون صعيبه بالنسبه للرجاء. الوداد بون ايكيب والرجاء بون ايكيب، ولكن المدرب شويه ناقص. نتيجه في صالح الوداد 100%. حنا ما كرهناش الجماهير ديال الرجاء وديال الوداد يكونوا حنا في هذا الماتش هذا ديال الوداد والرجاء، كيكون الحماس شويه. والفريق ديالنا حنا الوداد راه عارفين الطوب هذا العام هذا، والعام اللي فات راه الطوب، وفاش رجع الركراكي النتائج زوينه، وديما كنشوفوا الفرحه مع الركراكي. حنا راه عائله وحده، وداديين ورجاويين، حنا راه عائله وحده اليوم. راه كنريحوا في طابله وحده في الدار، وكناكلوا حنا وداديين ورجاويين، وما كاين لا مشاكل ما كاين لا صداع لا والو، كنضحكوا وننشطوا، واللي رباح بصحته واللي خسر هارد لك ليه ومره اخرى ان شاء الله. وهذا راه نهار كبير خصنا نفرحوا به، ماشي نوض صداع، ماشي حنا راه نهار كبير خصنا نتفرجوا في الكره. الدراري ديال فهمتي الراجل والوداد خصهم يعرفوا انه راهم جمهور باغي يتفرج في الكره، ما بغيناش الصداع، ونديروا حنا نكونوا قدوه للدول الافريقيه والعربيه. حنا راه في الرتبه الاولى، المغرب راه كيشرف في العالم العربي وفي افريقيا، وان شاء الله اليوم يبين هذا الشيء ان شاء الله.